السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية نحترم أبناء السيد، أبناء وأحفاد السيد يوسف سعدي على 86 سنة من واجبنا أن نحترم أبناءه وأحفاده. أما هو يوسف سعدي اللي على 86 سنة، وإحنا نرحم دائما الشهداء اللي حرروا الجزائر ونمجد في الأبطال المجاهدين اللي حرروا كذلك الجزائر، يخرج لنا خرجة، وهو اللي كنا نسمعوا عليه في الجرائد ونشوفوا الفيديو عليه والناس تتكلم عليه، ماشي كجندي كحركي. ما أمناش احنا، ما نأملوش هذا الصباح، يعني فات اللي فات خلاص. عشرات الفيديوهات اللي كنت نشوف فيهم ياسر سعدي حركي، ياسر سعدي بياع، ياسر سعدي كذا، ياسر سعدي ايه، ما كناش راضيين له البال. قلنا اللي صرات صرات، استقلينا والحمد لله الجزائر هي حره ومستقله. ولكن منين خرج الخرجه التاليه هذه تاعه وقال الزهره ظريف هي اللي باعت عمار علي او علي لابوانت، قعدنا نتسال علاش؟ هيا علاه ضربك بعد اكثر من 50 سنة؟ نوض هذا ياسر سعدي اللي كانت قاعد تتكلم عليه الناس باللي حركي وبياع، وفرنسا تقول عليه بطل. ها هو فرنسا، انا كنا نقراه في واحد ليزارتيكل، قعدنا نتساءل نقول علاش يطيح على المرأة هذي. وقدام لنا نزيد القدام الصورة نتاع لافينيات اللي تشوفوها على اليسرى، هذيك جار يسموها جيرمان تيليا، هذيك الخيط نتاع يوسف سعدي مع نصارى، كانت تخدم مع جاكس وستيل. واللي على اليمين هذيك هي زهرة ظريف، منين كانت صغيرة منين قبضوها الله يطول عمرها. إذن في التساؤلات هذو قعدنا نبحثوا، راه كاين كلش، الحقيقه تبان. بدينا مستهدر عليه وصار السفاح، يا اخي هو سفاح جنرال اوساريس، وقالها وقال انا قتلت الجزائريين وذبحت وكذا 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 وكذا، قدام ما يموت مع اللي هو مسيحي وراح يموت، عرف روحه يلقى مولاه، قال الروح الضمير تاعي مرتاح، هما هكا يخمو. قال باللي يوسف سعدي هو اللي عطانا البلاصه وين مخبي علي لابوانت، الخاطر ديك البلاصه ما يعرفها حتى واحد الا يوسف سعدي. وزدنا نبحثو، نصيبو باللي في 5 جوان وقيلة ولا سأل، نديرها لكم تحت لافيديو لا دات، 5 جوان ولا 6 عام 1950، لا دي اس تي يعني الأمن الوطني الفرنسي في ذاك الوقت يسموه لا دي اس تي، قبضت ياسف سعدي في أورلي في الأيروبور. وقت من بعد طلقوه، قال لهم كيف تطلقوا في هذا في ذاك الوقت فرنسا كانت تقول المجاهدين تاعنا ارهابيين، قال لهم هذاك انديكاتور تاعنا بياع تاعنا. وبالفعل في 55 كي طلقوه عطى لهم كاع العناوين نتاع جماعه ماساني الله يرحمه تاع الامانه،
لو موفمون ناسيونال الجيريان نتاع مصالي، كاع لي ميساليست اللي كاينين ويعرفهم ويعرف الادريس تاعهم عطاهم عطاها لهم مقابل يخدم يبيع لها حاجه كبيره كما قاعدين نشوفوا من بعد ويطلقوا طلقوا. تعرف على هذه جرمال تيلا تيليا اللي كانت تخدم مع جاكسو ستيل معروف. وجا الجزائر كما شفتوا وقعد يتحكم في من هو الزعيم، هو الزعيم تاع الجزائر العاصمه ياسر السعدي. وقبل ما نزيد نكمل، ياسف سعدي ولا نزيد نكمل هذ الدقيقتين ولا ومن بعد نقول لكم على العائله نتاع علي لابوانت في الخميس. اذا نرجع للجزائر وقاعد يتحكم، انت يدي البومبه للبلاصه الفلانيه، انت يدي البومبه للبلاصه الفلانيه، انت دير ذيك انت دير ذيك. وفرنت في جيرمان تيلون تجي للجزائر، جا جيرمان تيلون للجزائر فاسمع بها باللي جاي قال لهم جيبوها لي. جابوها له خطره، تخيلوا انتوما اللي تحوس عليه كاع المخابرات الفرنسيه تجي قاوريه وتخدم عند الدوله الفرنسيه، توصل حتى عنده مره وتتحاكى معاه ما نعرف واش قالوا، وتعاود تروح وتقعد ايامات. وقال لهم ثاني رجعت ليه زوج خطرات، كانت في شهر اوت. ومن ذيك الدقيقة بداو المجاهدين الحقيقيين من حيث جاتو جيرمان تيلا وراحت، بدا الجيش الفرنسي يقبض في الجزائريين المجاهدين في الجزائر العاصمة واحد بواحد، يعني بلادريسات يروحوا ليه لدار ويرفدوه، ذاك يروحوا ليه لدار ويرفدوه، يدوه يشنقوه يقتلوه. نقاو الجزائر، بعد لا تسمعوا تعرفوها على بعض هيدا، نقاو كي كملوا كاع هذوك ليوتنو وكذا وليتينا، بقات وين مخزون علي لابوينت وجماعه وعمر الصغير اللي من الفاميلا تاع ياسر سعدي. وصلت كيما قال اوساراس خلوهم للتالي، وراه كيما راكم شفتوا وراحوا قضاو على علي لابوينت. وكان البيع نتاعهم يسمحوا لنا ولاد ياسر سعدي ماناش على ولادو ولا على لحفة تاعو ولا يخو مكتوب، ماشي احنا رانا تكلمنا كي قال زهرة ظريف هي اللي باعت ياسر السعدي، ورغم عشرات السنين الناس تهضر عليه باللي هو اللي بيعهم وكانت الحقيقه شويه دارقه. ما يضر وقت بنت ياسر السعدي، انت اللي بعت علي لابوينت، انت الملياردير اللي بعت على علي لابوينت، انت اللي سمحت في عائله علي لابوينت امه واخواته واخوه وما بغيتهمش حتى يجوا للجزائر العاصمه. امو ماتت محتاجه عبايه ام علي لابوينت. ياسر سعدي الكلمات ليك لخاطرك مازلت حي، كلمات ليك. كنت خايف يجوا خواتاتو ولا خوه للعاصمه ويقولوا الحقيقه، سمحت فيهم لخاطر ملي راك تقول انت كنت الزعيم نتاعهم في حرب التحرير. كي استقلينا علاش ما تهلاش في ديك العائله تاع المجاهد الكبير علي لابوينت؟ على خاطر كنت خايف لك كي تتصل بهم بالصحافه وتشوفهم الناس وتسقسيهم وكذا بشويه بشويه يعرفوا الحقيقه، والحقيقه انه انت البياع من جوان 55 حتى 24 سبتمبر وين قبضوك. وكي قبضوك قرست رصاصه، ما كنت تكون تموت شهيد.
ولكن كانت جرمانتينيا وصلت المعلومات واش تا قلت لهم ندير واش تا قالوا لك نديروا سي تادير ما نضربوك ما ضربوه بالمناسبه ما ضربوه ما كلموه ما ضربوه ما قتلوه جاوا طبطبوا راح معاهم راه في الصوره الاولى راه في الصوره الاولى كما راكم تشوفوا فيه ابيض كاين هذيك الصوره تاع ذاك الوقت كما شفتوه ابيض وكامل ومساميه زهره ظريف كي القطيطه هذيك المبطوطه نظن كانوا باطينها ولا مش عارف اش دايرين لها وضروا كيجي ويقول ياسر سعدي زهره ظريف هي اللي بعت علي لابوينت هذه للتاريخ ونقول لك ياسر سعدي اللي خدمتها للجزائر ربي على بالي بها واللي بعتهم وقتلوهم من جماعة مصالي ومن جماعة الجزائريين اللي هنا تاع الافلان ثاني ربي على بالو بها ولكن الزهرة الظريف مش بيع الخطر في ذاك الوقت كما شفتوها هذيك الصورة تاعها من قدام على اليمنى كما شفتوها طفلة صغيرة وعندها ايمان قوي وكانت تصيب لو كان ماتت شهيدة من بعد 50 سنة انت ملياردير والعائلة اللي خايف منها تفوق بيك خليتها ماتوا فقراء غير هنا قالوا لي اعطاهم سكنة غير هنا لول 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 اعطاهم سكنة وهذا مكان ام علي لابوينت خليتها ماتت فقيرة وخوتها فقراء علاش على خاطر باش تحافظ على دراهمك والملايير تاعك بصح ذي قلنا كاع نسيناها ما حناش حابين نهضروا هذه الهضره حتى جيت تقول بلي زهره ظريف هي بياعها لا يا يوسف سعدي انت البياع السلام عليكم ورحمه الله.